بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة الصف السابع. اليوم بإذن الله تعالى سوف نشرح الدرس الأول من كتاب الدرس الأول من الوحدة الثانية، كتاب ديني قيمي كما قلنا للصف السابع، وهو بعنوان الألف المادية والغنة. الألف المادية والغنة، يعني المقصود بالألف المادية هي الألف التي تمد، والغنة التي يكون مخرجها الخيشوم. فالألف المادية هي الآ، مثلا على سبيل المثال آ آ، هذه تسمى ألف مادية. والغنة مثلا عندما نقول من شر، هذه غنة، من شر. أيضا عندما نقول من يعمل، من يعمل، نون بعدها يا، أيضا من شر إخفاء، نون بعدها الشين، حرف الشين، فهذه غنن. قبل أن نبدأ أعزائي الطلبة في هذا الدرس، نريد أن نتعرف على حروف الترقيق وحروف التفخيم والحروف التي ترقق وتفخم. لاحظوا هنا عندنا أقرأ وأفهم. الآن الألف المادية، تتبع الألف المادية الحرف الذي قبلها الحرف. إذا ركزوا واحفظوا هذه القاعدة، تتبع الألف المادية الحرف الذي قبلها، يعني إذا كان الحرف الذي قبل الألف المادية مفخم نفخم الألف، إذا كان الحرف الذي قبل الألف المادية مرقق نرقق الألف. نكمل، تتبع الألف المادية الحرف الذي قبلها من حيث التفخيم والترقيق. ما معنى هذا؟ المعنى فتفخم، يعني فتفخم الألف المادية متى؟ إذا سبقها حرف مفخم. إذا هذه الحالة الأولى، فتفخم يعني الألف المادية إذا سبقها حرف مفخم. إذن هذه القاعدة الأولى، وهي قاعدة تفخيم الألف المادية. الآن متى ترقق؟ القاعدة الثانية، وترقق إذا سبقها حرف مرقق، يعني الألف المادية إذا سبقت بحرف مفخم تفخم، إذا سبقت بحرف مرقق ترقق. الآن نتعرف على حروف الترقيق والتفخيم. حروف التفخيم هي الخاء، الصاد، الضاد، الغين، الطاء، القاف والظاء، هذه حروف تفخيم. فالألف المادية إذا جاء قبلها واحد من هذه الحروف، حروف التفخيم، تفخم. وإذا سبقت الألف المادية بأحد هذه الحروف، هنا لاحظوا الهمزة، الباء، التاء، الثاء، جيم، حاء، دال، ذال، زاء، سين، شين، عين، فاء، كاف، لام، ميم، نون، هاء، واو، ياء، إذا سبقت الألف المادية بأي حرف من هذه الحروف ترقق. أما يوجد عندنا بعض الحروف وهي ترقق أحيانا وتفخم أحيانا، مثل الألف، وهي مثل الألف المادية. الألف المادية ترقق أحيانا وتفخم أحيانا. متى ترقق؟ ترقق إذا سبقت بأحد حروف التفخيم الترقيق، وتفخم إذا سبقت بأحد حروف التفخيم هذه. الآن أيضا لام لفظ الجلالة، وهي اللام هنا، الله، الله، هذه اللام، هذه ترقق أحيانا وتفخم أحيانا. ترقق إذا سبقت ب كسرة أو وتفخم بكسرة، وتفخم إذا سبقت بفتحة أو ضمة، ندرسها لاحقا إن شاء الله. وأيضا الراء ترقق أحيانا وتفخم أحيانا. الآن نريد أن نركز أعزائي الطلبة على قاعدتنا، وهي أن الألف المادية إذا جاء قبلها واحد من هذه الحروف، الخاء، الصاء، الضاد، الغين، الطاء، القاف، الظاء، تفخم. وإذا سبقت الألف المادية بأحد هذه الحروف ترقق. نأتي الآن هنا إلى مخرج، لاحظوا هنا مخرج الألف المفخمة. الألف المفخمة مثلا، كيف الألف المفخمة؟ عندما أقول آ مثلا، قا قا قال، فهكذا يكون شكل اللسان. انظروا إلى شكل اللسان عند نطق الألف المفخمة. أما إذا نطقنا الألف المادية المرققة، الألف المرققة، كيف يكون شكل اللسان؟ هكذا يكون شكل اللسان. لاحظوا عندنا استواء، فاحفظوا هذا الشكل للألف المرققة وهذا الشكل للألف المفخمة، ويكون الصوت هنا مثل جاء جاء جاء. نأتي الآن إلى التنبيه، هنا تدوير الشفتين في حالة التفخيم، يعني عند تفخيم الألف، إذا تم تدوير الشفتين هكذا، يعني كانت على شكل دائرة الشفتين عند النطق بالتفخيم، وتمطيطها في حالة الترقيق، هذا يسمى لحن. وماذا يعني لحن؟ لحن يعني الخطأ والميل عن الصواب عند تلاوة القرآن، يعني خطأ في تلاوة القرآن. فلا يجوز ضم الشفتين، تدوير، لا يجوز تدوير الشفتين عند حالة التفخيم،
ولا يجوز أيضا تمطيط، يعني تمطيط الشفتين في حالة الترقيق، فهذا يعتبر من الخطأ في قراءة القرآن، ينبغي الاحتراز منه، يعني ينبغي تجنبه، ينبغي الاحتراز منه يعني تجنبه. والصواب بقاء الشفتين في حالتهما الطبيعية المحايدة، يعني لا ندور الشفتين ولا نمطط الشفتين، لا يوجد تمطيط ولا تدوير عند النطق بالألف سواء كانت مفخمة أم مرققة. الآن نأتي هنا إلى الآيات، استمع وأبين. استمعوا لنطق الألف المادية الملونة في الآيات القرآنية الآتية ثم أبين حكمها من حيث التفخيم والترقيق معللا السبب، يعني أذكر سبب التفخيم أو سبب الترقيق. مثلا لو قلنا هنا ثم تاب عليهم ثم تاب عليهم، لاحظوا هنا الألف المادية، هذه الألف المادية سبقت بماذا؟ الألف المادية سبقت بحرف التاء، والتاء هل هو من حروف الترقيق أم التفخيم؟ انظروا هنا أعزائي الطلبة، التاء هو من حروف الترقيق، وقاعدة تقول إذا سبقت ترقق الألف المادية إذا سبقها حرف مرقق، إذا التاء هو من حروف الترقيق، بالتالي الألف المادية تكون مرققة، إذا الحكم مرققة. ما هو السبب؟ سبقت يعني الألف المادية بحرف مرقق وهو التاء. في الآية الثانية قال تعالى: وهي خاوية على عروشها، وهي خاوية على عروشها، لاحظوا خاء خاء، أما في المثال الأول تاء تاء مرققة، هنا الألف مفخمة، نتكلم عن الألف المادية التي جاءت بعد الخاء. ما هو السبب؟ لأنها سبقت يعني جاء قبلها حرف مفخم وهو حرف الخاء. لو نظرنا هنا أعزائي الطلبة انظروا إلى حروف التفخيم الخاء، فالخاء من حروف التفخيم وجاءت الألف المادية بعد الخاء، لذلك تفخم الألف المادية. نكمل الآن في المثال الثالث: فتبسم ضاحكا من قولها، لاحظوا الألف المادية هنا تفخم لأنها جاءت بعد حرف مفخم وهو الضاد، إذن هذا هو السبب. في المثال الرابع: فالق الإصباح، لاحظوا الألف هنا جاءت بعد الفاء والألف هنا جاءت بعد الباء، فهو في الحالتين مرققة، إذن لأنها سبقت يعني جاء قبلها حرف مرقق وهو الفاء والباء. وفي المثال الأخير قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، لاحظوا فلا غالب لكم، غاء غاء، فالألف هنا تفخم لأنها جاءت بعد حرف مفخم وهو الغين، إذا مفخمة سبقت بحرف مفخم وهو الغين. الآن أتعاون مع زملائي، نستمع لنطق الغنة، أكملنا الكلام عن الألف المادية، الآن نبدأ الكلام عن الغنة. في الموضع الملون من الأمثلة القرآنية الآتية، الآن المجموعة الأولى هنا والمجموعة الثانية، المثال الأول: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، لاحظوا انطلقوا، هنا يوجد عندنا غنة، انطلقوا النون مع الطاء، النون الساكنة جاء بعد حرف الطاء إخفاء، يوجد غنة الإخفاء، انطلقوا، إذا هذه غنة مفخمة. وفي المثال الثاني الآن نركز في الغنة، أنه ننظر إلى الحرف الذي بعدها بعكس الألف المادية، الألف المادية نحكم عليها إذا كانت مفخمة أو مرققة عند النظر إلى الحرف الذي قبلها، أما بالنسبة للغنة فننظر للحرف الذي جاء بعد الغنة، لاحظوا هنا النون ماذا جاء بعد الغنة هنا؟ انطلقوا الطاء، والطاء من حروف التفخيم، بالتالي الغنة هنا مفخمة. وفي المثال الثاني: وتكونوا من بعده قوما صالحين، قوما، لاحظوا غنة مفخمة، لماذا؟ لأن الغنة هنا جاء بعدها حرف الصاد، والصاد من حروف التفخيم. الثالث: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، من ضر، غنة مفخمة لأن الغنة هنا هذا هو الصوت، من هذه غنة مفخمة لأن الغنة جاء بعدها حرف الضاد، والضاد كما درسنا أعزائي الطلبة من حروف التفخيم، إذا الغنة مفخمة. الرابع قال تعالى: وندخلهم ظلا ظليلا، ظلا ظليلا، لاحظوا التنوين هنا الغنة، ظلا ظليلا، جاء بعد الغنة حرف الظاء، والظاء هو من حروف التفخيم، إذن الغنة مفخمة. في المثال الخامس قال تعالى:
إنا إلى ربنا منقلبون منقلبون. لاحظ هنا الغنة منق جاء بعد الغنة حرف القاف، والقاف كما درسنا من حروف التفخيم. إذا نستطيع القول أن المجموعة الأولى هذه الغنة فيها مفخمة. ما هو السبب؟ لأنه جاء بعدها، يعني بعد الغنة، حروف مفخمة. والحروف المفخمة أعزائي الطلبة ذكرناها لكم عندما تكلمنا عن الألف المادية، وهي الخاء والصاء والضاد، خص ضاء غين والظاء والقاف، هذه حروف التفخيم، وما عداها حروف ترقيق. نأتي إلى المجموعة الثانية. قال تعالى: ومزاجه من تسنيم. لاحظوا من تسنيم، لاحظوا الفرق من تسنيم والمثال الأول هنا انطلقوا انطلقوا، هنا مفخمة، لكن من تسنيم هنا مرققة. لماذا؟ لأنه جاء بعد الغنة حرف التاء، والتاء من الحروف المرققة، لذلك ترقق الغنة. قال تعالى في المثال الثاني: وخلق الإنسان ضعيفا وخلق الإنسان ضعيفا. لاحظوا النون هنا جاء بعدها الغنة، جاء بعدها حرف السين، والسين من حروف الترقيق، فبالتالي ترقق الغنة. في المثال الثالث: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وتنسون. الغنة هنا الغنة تنسون، النون جاء الغنة جاء بعدها حرف السين وهو من حروف الترقيق، وهنا أنفسكم جاء بعدها حرف الفاء، الغنة والفاء من حروف الترقيق، لذلك ترقق. والرابع: فيها عين جارية عين جارية. لاحظوا هنا الغنة جاء بعدها حرف الجيم، والجيم من حروف الترقيق، فترقق الغنة. وفي المثال الخامس: إن الله عزيز ذو انتقام عزيز ذو انتقام. لاحظوا هنا الغنة جاء بعدها حرف الذال، والذال من حروف الترقيق، فترقق الغنة. هنا جاء بعدها حرف التاء، والتاء من حروف الترقيق، فترقق الغنة. إذا نستنتج الغنة هنا في جميع الأمثلة مرققة، والسبب جاء بعدها حروف مرققة، جاء بعدها حروف مرققة. إذا في الألف المادية ننظر إلى الحرف الذي قبل الألف، وفي الغنة ننظر إلى الحرف الذي بعد الغنة. هنا نناقش كيفية نطق الغنة، كيف ننطق الغنة، هل ننطقها مرققة أم مفخمة في مواضعها الملونة من أمثلة المجموعتين الأولى والثانية، من حيث تفخيمها وترقيقها، ثم نكمل الجدول. لاحظنا وأكملنا. الآن هنا أمثلة المجموعة الأولى، كيفية نطق الغنة، هل هي مفخمة أم مرققة؟ اتفقنا هذه هي أمثلة المجموعة الأولى، وهذه أمثلة المجموعة الثانية. اتفقنا أن المجموعة الأولى الغنة فيها مفخمة. ما هو السبب؟ جاء بعدها، يعني بعد الغنة، حروف مفخمة. وأمثلة المجموعة الثانية، كيفية نطق الغنة، الغنة تنطق مرققة، والسبب جاء بعدها حروف مرققة، حروف الترقيق. الآن هنا جيم، نستنتج أن الغنة تتبع الحرف الذي بعدها تفخيما وترقيقا، يعني إذا كانت الحرف الذي بعد الغنة مفخما تفخم الغنة، وإذا كان الحرف الذي بعد الغنة مرققا ترقق الغنة. لاحظوا هنا التفسير: فتفخم يعني تفخم الغنة إن جاء بعدها حرف مفخم، وترقق إن جاء بعدها حرف مرقق. الآن أستمع وأحاكي. استمعوا لتلاوة الآيات الكريمة ثم أحاكيها في نطق الألف المادية، نريد أن نركز على نطق الألف المادية والغنة كذلك. الآن أتلو الآيات، ركزوا أعزائي الطلبة في التلاوة. قال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم
ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. نأتي الآن إلى أقيم هنا التقييم، أقيم تعليمي. اختر الإجابة الصحيحة من البدائل المعطاة. السؤال الأول: جميع الأمثلة الآتية، لاحظوا هنا ترقق فيها الألف المادية عدا، يعني جميع الأمثلة ترقق الألف المادية عدا إلا مثال واحد. المثال الأول: عالم الغيب، لاحظوا هنا الألف المادية هنا ها هي عالم ترقق، نعم، لأنها جاءت بعد العين والعين حرف ترقيق. باء: جاءتهم رسلهم، الألف هنا ترقق، نعم، لأنها جاءت بعد حرف الجيم والجيم حرف ترقيق. فمنهم ظالم لنفسه، لاحظوا الألف المادية هنا تفخم، لماذا؟ لأنها جاءت بعد حرف الظاء، والظاء من حروف التفخيم. إذن الإجابة هي جيم، فجيم هذه الألف المادية فيها تفخم ولا ترقق. أما سأل سائل، الألف المادية هنا ترقق، لماذا؟ لأنها جاءت بعد حرف السين، والسين من حروف الترقيق. ثانيا: واحد من الأمثلة الآتية تفخم فيه الغنة، أي مثال فيه الغنة تفخم؟ ننظر إلى الحرف الذي بعد الغنة، إذا كان مفخما تفخم. ألف: كراما كاتبين، بعد الغنة حرف الكاف، والكاف من حروف الترقيق، إذن هنا ترقق الغنة. باء: كشجرة طيبة، كشجرة طيبة، هذه الغنة، إذن هنا تفخم الغنة، لماذا؟ لأن الطاء جاءت بعد الغنة، والطاء من حروف التفخيم، إذن هنا هذا هو هذه الإجابة باء، هنا تفخم الغنة. أما من شيء، بعد الغنة حرف الشين، والشين من حروف الترقيق، ترقق الغنة. هنا المنزلون، هنا حرف الزاي، ترقق الغنة لأن الزاي من حروف الترقيق. ثانيا: ضع علامة صح أمام العبارات الصحيحة، وصوب ما تحته خط إذا كان خطأ. الآن إذا كان خطأ، تتبع الألف المادية الحرف الذي قبلها تفخيما وترقيقا، العبارة هذه صحيحة. اثنان: تفخم الغنة إذا جاء بعدها حرف الثاء، كقوله تعالى: ماء ثجاجا، حرف الثاء هنا الغنة تفخم، هذه عبارة خاطئة. لماذا؟ نقول ترقق الغنة ولا تفخم، ترقق لأن الثاء من حروف الترقيق. ثالثا: حكم الألف المادية الترقيق، يعني نرقق الألف المادية في قوله تعالى: وكونوا مع الصادقين، مع الصادقين، لاحظوا هنا الألف المادية، الألف التي بعد الصاد، هل هنا الألف المادية ترقق؟ هنا يقول الحكم هو الترقيق، هذه عبارة خاطئة، فالحكم هو التفخيم. لماذا؟ لأن الألف المادية هذه جاء قبلها حرف الصاد، والصاد من حروف التفخيم، إذا نقول الحكم هو التفخيم وليس الترقيق. نأتي الآن إلى السؤال التالي. ثالثا: علل ما يأتي. واحد: ترقيق الألف المادية في كلمة لله، لله من قوله تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد، لماذا؟ ما هو التعليل؟ لماذا رققت الألف؟ لأنها سبقت بحرف مرقق وهو اللام، إذن لأنها سبقت بحرف مرقق، لله. لاحظوا هذه الألف المادية بعد اللام، هنا ألف مادية سبقت باللام، واللام هنا مرققة فترقق. ثانيا: تفخيم غنة إخفاء النون الساكنة والتنوين إذا جاء بعدها حرف الصاد أو الضاد أو الطاء أو الظاء أو القاف، لماذا تفخم الغنة هنا تفخيم؟ لاحظوا السبب: لأنها حروف مفخمة، لأن هذه الحروف الصاد والضاد والظاء والطاء والقاف هذه حروف مفخمة، لذلك تفخم الغنة. ونأتي هنا رابعا: تفخيم الغنة في قوله تعالى: عن قولهم أقوى، لاحظوا التفخيم هذا هنا في هذه في قوله تعالى عن قولهم، تفخم الغنة بدرجة أكبر وأقوى من تفخيمها في قوله تعالى عن قبلتهم، لماذا؟ لاحظوا هنا بعد النون بعد الغنة قاف، وهنا بعد الغنة قاف، لماذا التفخيم هنا في المثال الأول عن قولهم أقوى من المثال الثاني عن قبلتهم، مع أن بعد الغنة هنا قاف وبعد الغنة هنا قاف؟ السبب: لأن مرتبة تفخيم القاف في المثال الأول هذا عن قولهم أعلى من مرتبة تفخيم القاف في المثال الثاني. لماذا أعلى أعزائي الطلبة؟ لاحظوا هنا بعد الغنة القاف هنا مفتوحة،
والفتحة هنا أقوى من حيث الغنة من الكسرة. إذا هنا القاف مكسورة عن قبلتهم، أما هنا عن قولهم. إذا لأن هذه القاف مفتوحة فمرتبة التفخيم فيها أقوى من المثال الثاني لأن القاف هنا مكسورة. الآن خامسا، حدد الكلمات التي ترقق فيها. لاحظوا ترقق فيها الغنة والألف المادية كذلك. لاحظوا هنا كلمة عالم، عالم، ترقق عالم، لأن الألف جاءت بعد حرف العين وهو من حروف الترقيق. ننجي، الغنة هنا ترقق، لماذا؟ لأنها جاءت بعد نون، الغنة جاءت بعد نون والنون من حروف الترقيق. الشيطان، الشيطان هنا تفخم لا ترقق لأن الألف جاءت بعد الطاء. عملا صالحا، هنا أيضا الغنة تفخم لأن جاء بعد الغنة حرف الصاد وهو من حروف التفخيم، إذا هذه خاطئة. من يعجبك، هنا نعم ترقق الغنة لأنه جاء بعد الغنة حرف الياء والياء من حروف الترقيق. أيضا هنا غواش، غواش، لاحظوا هنا الألف هنا المادية ترقق لأنها جاءت بعد حرف ترقيق وهو الواو. هنا قارعة، قارعة تفخم فهذه خطأ لأن الألف مفخمة جاءت بعد قاف. فأنذر، الغنة هنا ترقق لأنها جاء بعدها حرف الذاء والذال من حروف الترقيق. رزقهم الله، هنا ألف الجلالة لام لفظ الجلالة مفخمة. منقلبون، الغنة مفخمة لأنه جاء بعدها قاف. مرسلة إليهم، أيضا هنا لا يوجد عندنا ترقيق. هنا شهيدا بيني، شهيدا بيني، الغنة هنا ترقق لأنه جاء بعدها حرف الباء. وبهذا أعزائي الطلبة نكون قد انتهينا من شرح هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.